اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to solve some exercises on lesson 6 which is entitled operations on the square roots. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس المهمه هنحاول نحل فيه مع بعضينا بعض الاكسرسايزز الخاصه بالسكوير روتس. انا بعتبر الدرس ده مهم جدا عشان مستمر معاك لفتره طويله جدا، والحاجات اللي فيه لازم تعتبرها من البيزكس اللي لازم تحافظ عليها وما تنساش الكلام بتاع الليسون ده. طيب نبدا مع بعضينا الليسون. اكسرسايز 1 بيقول لي put each of the following in the form a root b where a و b are two integers will b is the least possible value. يعني انت عندك root زي ده، الروت ده احنا عايزين نخليه على الفورم ديت، يعني يكون في انتجر بره والروت اللي تحت الروت اقل فاليو الروت مش قادر ياثر عليها. طيب انا الروت عندي بياثر على مين؟ ايه الانتجرز اللي الروت بيقدر ياثر عليها؟ اتفقنا مع بعضينا ان الروت ما بياثرش الا على البيرفكت سكويرز اللي هم مين لو نفتكرهم؟ اللي هم ال1 وال4 وال9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 and so on. مين دول؟ دول اللي هم الحاجات اللي هتلاقيها تو انتجرز زي بعض وعامل لهم ملتيبيكيشن 2 باي 2 3 باي 3 4 باي 4 وانت ماشي لحد 16 باي 16. دول الروت بيأثر على كل دول ويديك واحد منهم فقط. يعني مثلا روت ال 49 روت يديني 7، روت ال 64 يديني 8 and so on. تعمل انت ايه في المسائل اللي زي دي؟ تبص على الانتجر اللي تحت الروت وتشوف عباره عن ايه من دول تايمز حاجه ثانيه. يعني روت 12 ده بيكوال ايه؟ بيكوال روت ال 12. دور مين جواها من البرفكت سكويرز دول؟ هتلاقي ال 4، يعني 12 ايكوال 4 تايمز ايه؟ تايمز 3. الروت ده لما يجي ياثر على التو انتجرز اللي تحتيه دول يعمل ايه؟ ياثر على ال 4 يطلعها لك بره بايه؟ يطلعها لك بره ب 2. وال 3 ما يقدرش ياثر عليها فيسيبها زي ما هي تحتيه. وبالتالي روت 12 هيكوال معايا 2 روت ايه؟ روت 3. طيب روت 28 مين جواها من البيرفكت سكويرز؟ يعني حاجه بيرفكت سكويرز تايم حاجه ثانيه، واضح ان هي 4 تايمز 7. يبقى هنحلها كده، روت 28 هيكوال روت 4 تايمز ايه؟ 7. الروت ياثر على ال 4 يطلعها لي بره بايه؟ ب 2. وال 7 ما يعرفش ياثر عليها تفضل زي ما هي. وبالتالي ده هيكوال معايا 2 روت 7. طيب نيجي هنا ال 72. 72 equal 36 times 2. الحاجات دي بقى تحفظها، لازم يبقى انت اولا المالتيبليكيشن تيبل لازم تكون فيه قوي جدا، يعني ما ينفعش تعتمد دايما على الكالكوليتر. انت لو حطيت الروت 72 على الكالكوليتر هتديلك على الفورم ايه؟ روت بي. مش هو ده الصح، احنا ما بنتعلمش علشان نجري نستعمل الكالكوليتر على طول، انت لازم تعرف ايه اللي بيحصل وتمرن ايدك عليه. طيب هنا 2 روت 72 هنقول بتيكوال 2 روت 36 times ايه؟ times 2. طب ال 36 يحصل فيها ايه؟ تطلع بره بكام؟ تطلع بره ب 6، تلاقي ال 2 بره، تعمل لها ملتيبيكيشن في ال 2 يديني 12 روت ايه؟ روت 2. طيب نيجي هنا، انت عندك ال 1000 دي بتيكوال ايه؟ بتيكوال 100 تايمز ايه؟ تايمز 10، يعني جواها 100، يبقى هتيكوال معايا هنا 2 ديفايدد 5 روت 100 تايمز ايه؟ تايمز 10. الروت يلاقي تحتيه 2 انتجرز، هيأثر على مين فيهم؟ هيأثر على ال 100 ويطلعها لي بره. يطلعها لي بره بكام؟ يطلعها لي بره ب 10، يبقى ده هيكوال معايا 2 تايمز ال 10 ديفايدد الايه؟ ال 5 روت مين؟ روت ال 10. هنا ال 5 يديني 1، هنا ال 10 تديني 2، يبقى هيكوال معايا 4 روت ال 10. طبعا ال 10 ما ينفعش نلاقيها مثلا 4 تايمز حاجه او 9 تايمز حاجه، وبالتالي ده الليست فاليو اللي ممكن الروت ياثر ما يعرفش ياثر عليها. طب نيجي هنا، دي بتيكوال ايه؟ دي بتيكوال معايا 2 روت 1 ديفايدد روت ايه؟ روت 2. عندك هنا اختيارين، يا اما تعمل ملتيبليكيشن فوق وتحت باي روت 2، يا اما تعمل سمبليفيكيشن. امتى اعمل سمبليفيكيشن؟ لو انا عندي الروت والنمبر بتاعه، يعني ممكن اعمل سمبليفاي للروت 2 يديني 1 مع ال 2 تديني روت ايه؟ روت 2.
ويبقى عندي روت 2 تايمز روت 1 اللي هو روت ايه؟ اللي هو روت 2. طيب نيجي هنا دي هتيكوال معايا 6 تايمز روت 2 ديفايدد روت ايه؟ روت 3. لما يكون عندي روت اوفر فراكشن من حقي اعمل ديستريبيوشن للروت فوق وتحت. طب هنا نعمل ايه؟ هنا نعمل باي روت 3 اوفر روت 3 ولا اعمل سمبليفيكيشن؟ ممكن اعمل سمبليفيكيشن على طول. ليه؟ لان ال 6 دي عباره عن 3 تايمز الايه؟ تايمز ال 2. الروت 3 دي تتكنسل يديك 1 وال 3 تديك روت ايه؟ روت 3. تلاقي عندك بره 2 وعندك روت 3 وروت 2 ما يعملوا ملتبليكيشن يديني روت الايه؟ روت ال 6. اللي بعد كده exercise to simplify each of the following to the simplest form. اول واحده روت 50 بلس الروت 8. لازم تبقى انت عارف ان ال 50 ايكوال 25 تايمز ايه؟ تايمز 2. خلاص عرفناها مره نعرفها على طول بقى ما ننساهاش. يعني التيبل زي ما قلت لكم لازم يكون حاضر في دماغك. يبقى دي هتيكوال معايا روت 25 تايمز الايه؟ تايمز 2 بلس ال 8 عباره عن ايه؟ عباره عن روت ال 4 تايمز 2. تعال نشوف تأثير الروت على اللي تحتيه. الروت يأثر على البرفكت سكوير يطلعه لي بره ب 5 ويأثر على البرفكت سكوير ده يطلعه لي بره بالايه؟ بالروت بتاعه اللي هو الايه؟ اللي هو ال 2. وبالتالي دي هتيكوال معانا 5 روت 2 اللي يبقى جوه هنا 2 هنا بلس 2 ويبقى جوه روت ايه؟ روت 2. اللقطه دي بقى اللي هو الدرس اللي فات اللي هو الاديشن والسبتراكشن. طالما عندك روت 2 وعندك ذا سيم روت برضه في الترم الثاني يبقى دول اصبحوا لايك تيرمز ومن حقي اعملهم كومباينيشن. وبالتالي ده بلس ده يديني 7 روت 2. اللي بعديها ال 20 عباره عن ايه؟ عباره عن ال 4 تايمز ال 5. ال 49 عباره عن ايه؟ عباره عن ال 9 تايمز ال 5. وبالتالي ال 4 تطلع بره ب 2 ال 9 تطلع بره ب 3 يبقى هتيكوال معايا 2 روت ال 5 ماينس 3 روت ال A روت ال 5. الاثنين لايك تيرمز نفس الروت يبقى 2 ماينس 3 يديني نيجاتيف روت ال A روت ال 5. طيب هنا 3 روت 2 دي هي كده معمول لها سمبليفيكيشن تفضل زي ما هي 3 روت ال 2 بلس ال 8 جبناها من شويه عباره عن ال 4 روت 2 ماينس روت ال 18 اللي هي 9 تايمز ال 2. المسائل دي ما تتحلش الا كده، يعني ما تجيش تجيبها على الكالكوليتر وتديني فاينل انسر. لازم تعملها كده، لما تعملها بالطريقه دي توضح ان انت راجل فاهم وعارف انت بتعمل ايه. طيب يبقى انا عندي هنا ال 4 يحصل لها ايه؟ ال 4 تطلع بره ب 2، ال 9 تطلع بره ب 3، يبقى هيكوال معايا 3 روت 2 بلس 2 روت 2 ماينس 3 روت 2. ده يروح مع ده يبقى هتيكوال معايا 2 روت 2. بروبلم 4 زي ما انتم شايفين كده روت 98 وعندي 128 وال 18. طيب ال 98 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 49 تايمز 2. الكلام ده ماينس روت 128 لما تيجي تشوفها عباره عن ايه؟ من البرفكت سكويرز تايمز حاجه ثانيه عباره عن 64 تايمز ايه؟ تايمز 2. طيب ماينس ال 18 9 تايمز 2 وبعد كده بلس 4 روت ايه؟ روت 2. احنا ممكن عن طريق الروت 2 ده نتوقع ان الحاجات دي 2 تايمز حاجه فيها بيرفكت على اعتبار ان 2 هو اللي هيبقى معايا. يبقى ده هيكوال معايا، نحل بقى بسرعه، ده هيطلع بره ب 7، يبقى 7 روت 2 ماينس 64 تديني كام؟ الروت بتاعها هيديني 8، يبقى 8 روت 2 ماينس 3 روت 2 بلس 4 روت 2. 7 ماينس 8 يديني نيجاتيف 1 ماينس 3 نيجاتيف 4 بلس 4 which is 0. اللي بعديها 2 روت 18 بلس روت 50 بلس 1 اوفر 3 روت 162 هتيكوال معناها الاتي. طبعا روت 18 حفظناها يبقى 2 روت 9 تايمز 2. ال 50 جت لنا قبل كده اللي هي 25 تايمز 2. طيب هنا بلس 1 اوفر 3 روت 162 اللي هي 81 تايمز 2. تمام؟ هتيكوال معايا ال 9 تطلع لي 3 بره و 3 تايمز 2 از 6 يبقى 6 روت مين؟ روت 2. ما ال 9 طلعت يبقى 2 بلس 25 تديني 5 بره يبقى 5 روت 2.
ال 81 تطلع بره ب 9، 9 فوق في الايه؟ في النيوميريتور، نعمله سمبليفاي، هنا يديني 1 هنا يديني 3، يبقى يديني هنا بلس 3 روت 2. طيب 6 بلس 5 از 11 بلس 3 از 14، يبقى هتيجي معايا 14 روت 2. نيجي نشوف اللي بعديها روت 98، لسه جايبينها فوق اللي هي روت 49 تايمز 2، ال 50 اللي هي 25 تايمز 2 ماينس 1 اوفر 2، ال 200 اللي هي 100 تايمز 2 بعد كده ماينس روت ايه؟ روت 2، اللي هتيكوال معايا 7 روت 2 بلس 5 روت 2 ماينس 1 اوفر 2، ال 100 طلع لي فوق 10 يبقى معايا روت ايه؟ روت 2 ماينس الروت 2. طيب دي عندي نيجاتيف 5 ودي 5 راحوا مع بعض، 7 روت 2 ماينس روت 2 ويتش از 6 روت 2. اللي بعديها روت 27 اللي هو مين؟ اللي هو روت 9 تايمز 3 بلس 5 روت 9 تايمز 2 ماينس روت 100 تايمز ايه؟ تايمز 3، يبقى هتيكوال معايا 3 روت 3 بلس، انا عندي هنا ال 9 تديني بره 3 وعندي 5 يبقى 15 روت 2، عندي هنا ماينس ال 100 تديني 10 بره يبقى 10 روت ايه؟ روت 3. نعمل ده مع ده عشان هما الاثنين زي بعض، يبقى عندي دي نيجاتيف 7 روت 3 بلس 15 روت 2. اللي بعد كده بيقول لي put each of the following in the simplest form زي اللي فات بالظبط، بس مسائل مور كومبليكيتد يعني هتلاقي فيها سمبليفيكيشنز ممكن كتيره. هنا هيديني 2 روت 5 مش هعمل له حاجه خالص بلس ال 4 ال 20 عباره عن 4 تايمز ال 5، هنا ماينس ال 5 روت 1 ديفايدد روت ايه؟ روت 5، هيكوال معايا 2 روت 5 بلس ال 4 تديني 2 بره وتلاقي 4 بره يتروم ملتبكشن يديني 8 يبقى 8 روت 5، هنا ده يديني 1 ده يديني روت ايه؟ روت 5، روت 5 تايمز روت 1 يديني روت 5، ده نيجاتيف ماينس روت ال 5 اللي هت ايكوال معانا هنا 10 وعندي ماينس روت 5 يبقى 9 روت 5. اللي بعديها روت 32 اللي هو روت 16 تايمز 2 ماينس 72 عباره عن روت 36 تايمز 2. طبعا الحاجات دي لما هتحل كتير هتحفظ، هتبقى عارف ان ال 32 16 تايمز 2 72 عباره عن كذا، مع الممارسه والحل الكتير هتلاقي ايدك ماشيه فيها كويس. الكلام ده بلس هنا ال 6 روت 1 وعندي هنا روت ايه؟ روت 2، واحنا قلنا دي عباره عن 3 تايمز ايه؟ تايمز 2، يعني ده يديني 1 ده يديني هنا روت ايه؟ روت 2، يبقى هتيكوال معانا هنا 4 روت 2 ماينس 6 روت 2 بلس 3 روت 2، 4 روت 3 7 ماينس 6 which is روت 2. اللي بعد كده هت ايكوال معانا هنا 2 روت 5 هنا بلس ال 6 عندي هنا روت 1 وعندي هنا روت 3، واتفقنا ان ال 6 دي عباره عن 3 تايمز 2 يعني ده هيديني 1 وهنا ده هيديني روت ايه؟ روت 3. هنا ماينس روت 12 عباره عن 4 تايمز 3 ماينس ال 5 روت 1 وتحت روت ايه؟ روت 5. هنا يديني 1 ده يديني روت 5 ودي عندي هيطلع لي بره ب 2 اللي هي هتيكوال معانا 2 روت 5 هنا عندي هنا 2 روت 3 ماينس ال 4 طلع لي بره 2 يبقى ماينس 2 روت 3 وعندي هنا ماينس روت ايه؟ روت 5، دي راحت مع دي 2 روت 5 ماينس روت 5 اللي هي روت ايه؟ روت ال 5. اللي بعديها روت 3 تفضل زي ما هي بلس هنا 3 وتحتيها روت 3، اعمل سمبليفيكيشن على طول، ما تجيش تقول لي هعمل ملتبلاي فوق وتحت باي روت 3، لا انا الافضل اعمل كده على طول سمبليفاي، ده يديني روت 3 يبقى بلس روت 3 ماينس روت 2 تايمز روت 6 اللي هي روت 12 اللي هيديني 2 روت 3، 12 عندك عباره عن 4 تايمز 3 يبقى ماينس روت 4 تايمز 3 which is 2 روت 3 ماينس 2 روت 3 which is ايه؟
زيرو. طيب نيجي اللي بعدين نمبر 5 هت ايكوال معنا روت ال 18 عباره عن ايه؟ عباره عن روت 9 تايمز 2. طب نيجي هنا روت 6 تعمل له سمبليفاي على طول، ده هنا يديك روت 2 مش محتاجه. ما تجيش تفك لي روت 12 تقول لي ان هي 4 تايمز 3، لا انا ممكن اعمل ديفيجن عادي خالص. يبقى ده عندي هنا هيبقى ماينس الروت ايه؟ روت 2 اللي هت ايكوال 3 روت 2 ماينس روت 2 which is 2 روت 2. نيجي اللي بعديها، خد بالك بقى من هنا ودي انا بعتبرها مهمه جدا جدا. المساله دي مهمه قوي ليه؟ لان احنا قلنا لما يكون عندي روت لحاجه معمول لها سكويرنج سواء كانت نيجاتيف او بوزيتيف اللي هو البيز لازم يديني بوزيتيف فاليو. يعني ما تجيش تقول لي اصل الروت هيطير السكويرنج او هو عكسه او الانفرس اوبريشن بتاعه وبالتالي يديني البيز. اقول لك لا، احنا متفقين الاتي، احنا متفقين ان لو عندي روت لل5 سكويرد هيديني مين؟ هيديني 5، وروت نيجاتيف 5 سكويرد لازم برضو يديني ايه؟ 5. عشان ناس كتير بتغلط في الحته دي، يبقى دي هنا هيديني مين؟ هيديني 5 بلس روت 9 تايمز 2 ماينس، احنا قلنا ان ال6 عباره عن 2 تايمز 3 ده يديني 1، ده يديني روت 2، يبقى عندي ماينس 3 روت 2. يبقى هتيكوال معايا ال5 بلس 3 روت 2 ماينس 3 روت 2، دول يروحوا مع بعض يديني ايه؟ يديني ال5. Exercise 4 simplify each of the following to the simplest form. مجموعة direct multiplication، يعني معظم الشغل simplification. طيب أول واحدة عندي هنا 2 times 5 is 10، ومن حقي أعمل multiplication اللي جوه الروتس، يبقى هنا روت إيه؟ روت 6. بص بعينك ده least value، مفيش ما ينفعش أكسره عن كده. طيب نيجي هنا 2 times 3 is 6، روت 18 تايمز 2 بسيرتي كام؟ 36. طب ال 36 ليها روت which is 6، يبقى هتيكوال معايا 6 تايمز 6 دي اللي هي اتفكت بقت ايه؟ بقت دي، يديني كام؟ يديني 36. طيب هنا ال 2 هنا اكنه قدام 1، 1 تايمز 2 is 2، 5 تايمز 10 is 50، يبقى روت الايه؟ روت ال 50. طب انت عارف ان ال 50 عباره عن 25 تايمز 2، يبقى هتيكوال معايا 2 روت 25 تايمز 2، 25 طلع لي بره 5 وفي 2 بره، الاثنين بتوع مالتيبليكيشن يديني 10، يبقى 10 روت 2. نيجي هنا طبعا انا من حقي اقسم الروت على اللي جوه، يبقى دي اكنها روت 2 ديفايدد روت 7، الكلام ده تايمز روت 7 ديفايدد روت 2 سمبليفيكيشن، كل ده راح يديني ايه؟ يديني 1. طيب نيجي بعد كده هنا ما تجيش تقول لي هعمل باي فوق وتحت في روت 5، لا انت عندك ده ال 15 از ديفيزبل باي ال 5، يبقى على طول ده هنا يديني ديفايد 5 يديني 3، ديفايد 5 يديني ايه؟ 1، يبقى هتيكوال معايا على طول 3 روت 3. طيب هنا هتيكوال معانا 12 هنا روت 2 وتحت روت مين؟ روت 3 تايمز روت 54، ال 54 ديفيزبل باي 3، يبقى هنا ديفايدد 3 از 1، ديفايدد 3 يديني روت 5، ديفايد 3 از 1 اند وي هاف ا ريميندر اوف 2، يبقى 24 ديفايد 3 از 8 از 8، يبقى هتيكوال معانا 12 روت 2 تايمز ال 18 ايكوال 36، ده بيديني 6، يبقى هتيكوال 12 تايمز 6 which is 72. سايز 5 simplify each of the following. طيب واضح ان ده distribution تيكوال معايا root 6 times root 3 root 18 minus 6 times 2 root 12 تيكوال معايا root 9 times 2 minus root 4 times الـ A times 3 which is 3 root 2 minus 2 root 3. ونقف على كده. اللي بعد كده 5 times 2 is 10، روت 2 تايمز روت 2 از 2، يبقى 10 تايمز 2، الكلام ده بلس 5
root 2 times ال 12 root 24 يبقى هتيكوال معايا 20 plus 5 هنا root 4 times ال 6 دي يديني بره 2 هتيكوال معايا 20 plus 10 root 6. نيجي هنا بص بعينك هنا هتلاقي ان البراكت ده زي البراكت ده بس مختلفين فين؟ في الساين. يبقى ده الديفرنس بتوين تو سكويرز، يعني دي اصلا ده اكسبانشن، يعني ليها اصل، ليها اصل وده المفكوك المفكوك بتاعها. ايه الاصل بتاعها؟ الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد. يعني ما تجيش هنا تعمل لي ده تايمز ده وده تايمز ده وده تايمز ده، لا هو جايب لك المنظر ده بالذات في الاكسرسايز ليه؟ عشان انت تتعرف عليه وتعرف ان طريقه حله كده، واللي هو كان جاب لك اي ارقام تانيه جوه، هو عايز الشكل ده بالذات يجيبه لك عشان تتعرف انت على طريقه الحل دي. طيب السكويرنج هنا ياثر على ال3 وياثر على مين؟ على ال5، على روت 5. يبقى هيديني 3 سكويرد از 9 تايمز روت 5 سكويرد يديني ال5، الكلام ده ماينس طبعا روت 7 سكويرد يديني مين؟ ال7. يبقى هيديني ال45 ماينس ال7 which is 38. اللي بعد كده ده البيرفكت سكوير جايبهولي ليه؟ عشان تعرف ان الاكسبانشن بتاعه عباره عن الفيرست سكويرد بلس ودي اولوز بلس السكند سكويرد، بعد كده نحط الساين بتاعت البراكت توايس يعني 2 الفيرست تايمز الايه؟ السكند. يبقى هيديني الاتي دي 3 روت 3 سكويرد ب 3 بلس 2 minus 2 root a root 6 which is 5 minus 2 root l6. طيب نيجي هنا نفس الكلام، ال first squared ب 3 second squared ب 5 plus ليه plus؟ عشان دي plus twice ال first times the second يعني 2 times ال 15، الكلام ده minus root ال 60. ال 60 اللي هي ايه؟ ال 60 اللي هي 4 times ال 15 ايكوال معانا 3 بلس ال 5 ايكوال 8 بلس 2 روت ال 15 ماينس ال 40 يديني بره 2 روت كام؟ 15. دي تروح مع دي يديني ايه؟ يديني ال 8. نيجي اللي بعد كده خلاص حفظنا بقى ان الروت 18 اللي هي روت 9 تايمز 2. طيب ال 12 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز ال 6 يعني دي يديني 1 دي يديني روت كام؟ روت 6. يبقى ده عندي ماينس 2 روت ال 6 ده يتعمل له ديستريبيوشن هنا وهنا، يبقى بلس 2 روت 6 ماينس 3 روت 2. ده راح مع ده، ده يديني كام؟ ده يديني 3 روت 2. تروح مع ده يديني كام؟ يديني 0. اكسرسايز 6 رايت ايتش اوف ذا فولوينج ساتش ذات الدينومينيتور از ان انتجر. في هذه الحاله لو ما لقيتش سمبليفيكيشن انت مضطر تعمل مالتيبليكيشن فوق وتحت في ايه؟ في الروت اللي موجود في الدينومينيتور. يعني زي كده بيقول لي root 3 divided root 2، هنا هعمل times root 2 divided root a root 2 اللي هت equal معايا root 3 times root 2 which is root 6، وبعد كده root 2 times root 2 يديني ايه؟ يديني 2. اوكي طيب نيجي هنا نفس الكلام، دي اكنها بت equal معايا root 5 divided root a 3، نعمل times روت ال 3 ديفايدد روت 3 يديني روت ال 15 ديفايدد الايه؟ ال 3. تعال بص هنا، لا هنا ما تعملنيش باي فوق وتحت في روت 5، ليه؟ عشان عندك 5 فوق، يبقى دي الافضل اعمل كده على طول يديني 1 وده يديني روت ال 5، يبقى هتيكوال على طول روت الايه؟ روت 15. طيب نيجي هنا هعمل باي روت 3 ديفايدد روت ايه؟ روت 3. انا بعمل تايمز الروت مش تايمز الانتجر اللي معاه، يبقى هتيكوال معايا كالاتي هنا 4 روت 3 تايمز الروت 3 روت 3 تايمز روت 3 اس 3 تايمز 4 يديني 12 هنا ماينس روت ال 6، وعندي هنا روت 3 تايمز روت 3 يديني 3 تايمز 2 يبقى عندي الايه؟ يبقى عندي ال 6. اللي بعديها تشوز ذا كوركت انسر فروم زوز جيفن. 63 divisible by 7 يبقى ده يديني 1 ده يديني روت الايه؟ روت ال 9. روت ال 9 بكام؟ ب 3 choice A. هنا
روت 8 ال 8 عباره عن كام؟ عباره عن 4 تايمز 2 ماينس الروت 8 روت 2، يبقى هتيكوال مع ال 4 تطلع لي بره ب 2، يبقى 2 روت 2 ماينس روت 2 يديني روت ال 2. هنا الفيرست سكويرد ب 8، السكند سكويرد ب 2 بلس توايس الفيرست تايمز السكند يبقى روت 16. روت 16 از 4، 4 تايمز 2 8، يبقى انا عندي 8 و 8 16 بلس 2 يديني ال 18. طيب ايه اللي بعديها؟ حفظنا المنظر ده خلاص. الديفرنس بتوين تو سكويرز يديني الفيرست سكوير ماينس السكند سكوير اللي هيديني 7 ماينس ال 5 which is 2. نيجي هنا روت 1 اوفر 2 بلس روت 1 اوفر 2. عندي حاجه متكرره مرتين يديني توايس الحاجه دي، يبقى 2 روت 1 اوفر 2 اللي هتيكوال معايا 2 هنا روت 1 عندي هنا روت ال 2 ديفايدد روت 2 يديني 1 ديفايدد روت 2 يديني روت 2 تايمز روت 1 يديني روت ال 2. هنا علامه الديفيجن يبقى احولها ملتيبليكيشن واحط الريسيبروكال بتاع الفراكشن ده، يبقى روت ال 27 ديفايدد 3 تايمز روت ال 2 وهنا روت ال 72. طب نيجي نشوف في عندي اي سمبليفيكيشن موجود؟ اه روت 2 يروح هنا، ده هنا يديني روت ال 36. هنا ديفايدد 9 يديني روت 4، ديفايدد 9 يديني روت ال 3. روت ال 3 راحت مع روت ال 3 يبقى هيديني 1 اوفر روت 4 اللي هي عندي 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 2. نيجي هنا الملتيبليكاتيف انفرس بتاع ال 50. طب ال 50 عباره عن ايه؟ ال 50 عباره عن روت 25 تايمز 2، ده بيطلع بره بايه؟ ب 5، يبقى اكنها 5 روت ايه؟ روت 2. يبقى الانفرس بتاعي عباره عن 1 اوفر 5 روت 2. نتخلص من ده يبقى نعمل تايمز روت 2 ديفايد روت 2 اللي هي هتيكوال معايا روت 2 ديفايدد ايه؟ ديفايدد ال 10. بروبلم 8 بيقول لي if x equal root 6 over root 2 الريسيبروكال الاكس انفرس او الاكس باور نيجاتيف 1 equal كام؟ طب انت عندك ده ممكن تعمله سمبليفيكيشن على طول، يعني ده يديني 1 ده يديني روت 8 يديني روت 3، يبقى بالتالي الانفرس عندي is 1 over root 8 root 3، اعمل له تايمز روت 3 ديفايدد روت 3 which is root 3 ديفايدد كام؟ ديفايدد 3، يبقى ده تشويس سي. مديني الاكس ومديني الواي، يبقى الاكس ايكوال كام؟ يبقى الاكس ايكوال كام؟ طب انا لازم ابدا من دي. طب انت عندك روت ال 28 ايكوال كام؟ تعال نشوف الواي. الواي بتيكوال روت ال 28 اللي هي 4 تايمز 7، ال 12 اللي هي 4 تايمز 3 تطلع بره ب 2، ال 4 تطلع بره ب 2، يبقى هتيكوال معايا 2 روت 7 بلس 2 روت ايه؟ روت 3. خد ال 2 كومون 2 وعندي هنا روت 7 بلس روت الايه؟ روت 3. ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الاكس. يعني الواي ايكوال تو اكس، ده معناها ان الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال واي اوفر كام؟ اوفر 2 اللي هي هاف الواي. طب نيجي اللي بعد كده كومبليت ذا فولوينج. على طول نعمل سمبليفيكيشن. هنا divided root 2 يديني 1، divided root 2 يديني root 9، root 9 ب 3 تروح مع 3 ديت يبقى يديني 1 over 2. نيجي هنا root 3 و root 6 يديني 3 times كام؟ تعال نشوف لو عملنا direct multiplication يبقى هيديني root 18، root 18 اللي هي 9 times 2 يديني تطلع بره دي ب 3 يبقى 3 root 2، يبقى 3 root 2. هنا روت ال 48 اللي هي 16 تايمز 3 يبقى هتيكوال معايا 1 اوفر 2 روت 16 تايمز 3. ال 16 ديت تطلع لي بره 4 يبقى اكنها 4 اوفر 2 روت 3، ده يديني 1 ده يديني 2 يبقى 2 روت 3 يبقى 2 تايمز روت ايه؟ روت 3. نيجي هنا عايز حاجه مع روت 3، طيب يبقى عندي 2 روت 27 اللي هي 2 روت 9 تايمز 3، عندي هيبقى ماينس 2 روت 16 تايمز 3، ده اللي هو هيديني تطلع بره ال 9 تطلع بره ب 3
وعندي 2 يبقى 6 root 3 minus ده يطلع 4. 4 times 2 is 8. يبقى 8 root كام؟ 3 اللي هي هيدي نيجاتيف 2 root ايه؟ root 3. يبقى الاكس عندي is نيجاتيف 2. problem 5 عايز in the same pattern. طيب انا عندي هنا root 5 يبقى نخليهم كلهم root 5 يبقى حاجة times 5. ده ما يكون root 5 اكنه ايه؟ اكنه root 1 times 5. هنا ده اكنه root 4 times 5. هنا root 9 times 5. يبقى انا شغال على مين؟ على البرفكتس. بعد ال 9 16 يبقى root 16 times 5. بعد ال 16 من البرفكتس مين؟ 25 اللي هي root 25 times 5 اللي هي root ايه؟ 125. طيب نيجي هنا بيقول لي if x squared equal 8 over 9 يبقى الاكس في السمبلست فورم equal كام؟ انا عندي x squared يبقى لازم هيبقى الاكس عندي بوزيتيف نيجاتيف. يبقى الاكس عندي هت equal بوزيتيف نيجاتيف روت ال 8 divided روت ال 9. يبقى بوزيتيف نيجاتيف ال 8 اللي هي 4 times 2 وال 4 تديني بره 2 يبقى 2 روت 2 divided ال 8 divided 3. problem 7 بيقول لي x squared equal 5 then x plus root 5 all over squared equal a. انا عندي لما يكون ال x squared equal 5 يبقى ال x عندي هت equal positive negative root ال a root ال 5. طب تعال نشوف ال expansion ده equal a. ال first squared plus ال second squared 5 plus 2 times ال first. ال first اللي هو a positive negative root ال 5 دي ال x. طيب السكند عندي روت الاي روت الفايف يبقى ده هيكوال معايا حاجتين. هنا الاكس سكويرد ب 5 يبقى 5 بلس الفايف بلس 2. ناخد البوزيتيف بقى البوزيتيف روت 5 تايمز الفايف يبقى 5 يبقى 2 تايمز الفايف which is هنا 5 5 10 و10 يبقى 20 او هيديني هنا 5 بلس الفايف. اخد النيجاتيف النيجاتيف هيأثر معايا هنا نيجاتيف 2 تايمز ال 5 يبقى 5 بلس 5 از 10 ماينس 10 يديني ايه؟ يديني 0 يبقى 20 اور 0. اللي بعد كده find the value of each of x بلس y و x تايمز ال y في الفولوينج كيسز. عندي x و y. طب تعال نشوف x بلس y. x بلس ال y هت equal 5 ماينس 3 روت 2 ال y عندي بلس ال 5 ماينس 3 روت 2. الاقي عندي هنا هت ايكوال ال h 5 بلس 5 از 10 نيجاتيف 3 روت 2 ونيجاتيف 3 روت 2 بنيجاتيف 6 روت 2. تعال نشوف x تايمز ال y. ال x تايمز ال y هت ايكوال 5 ماينس 3 روت 2 تايمز 5 ماينس 3 root 2 اللي هي perfect squares اللي هي 5 minus 3 root 2 squared اللي هي ال first squared 25 second squared عندي 9 times 2 18 minus twice the first times the second 2 times 5 10 times 3 30 يبقى 30 root 2 اللي هت equal معنا 8 plus 5 equal 13 3 and half 1 يبقى 43 minus 30 root 2. problem 10 مديني x ومديني y عايز ال value of 6x plus y. يبقى اجيب x plus y الاول. يبقى انا عندي x plus y هت equal root 2 divided root 3 plus ال y عندي اللي هي root 3 divided root 2. ناخد common اللي هو root 6. root 6 divided root 3 يديني root 2. root 2 times root 2 يديني 2 plus root 6 divided root 3 is root 3 times root 3 يديني كام؟ يديني 3 وبالتالي هي equal معي 5 divided root 6. يبقى then 6 times x plus y هي equal معي 6 times 5 over root mean root 6 دي تديني 1 دي تديني root a root 6 which is 5 root 6. نيجي اللي بعد كده مديني x و y و z وعايز simplest form الاكسبريشن ده. الاكسبريشن ده طبعا مش هينفع تفكه. الاكسبريشن ده يبقى انا الاول اجيب x minus y plus z. يبقى ال x minus ال y plus ال z هت equal
طيب انا عندي الاكس ايكوال كام؟ ال 10 عندي ب 5 تايمز 2 يبقى ده ديفايدد روت 5 يديني 1 وهنا يديني روت 5 يعني 2 روت 5 يبقى الاكس ب 2 روت ال 5. طب الواي يبقى احط هنا ماينس ال 45 عباره عن 9 تايمز ال 5 وما انساش ان الماينس ده هيأثر على الايه؟ البوزيتيف دي يبقى ماينس روت 2. الكلام ده بلس الزد يبقى بلس روت الايت عباره عن 4 تايمز 2 بلس الروت ايه؟ روت 5. طيب ده هيكوال معايا 2 روت ال 5 ماينس ال 9 تديني بره 3 يبقى 3 روت ال 5 ماينس روت 2 بلس ال 4 تديني بره 2 يبقى 2 روت 2 بلس مين؟ روت ال 5. طيب روت 5 و 2 روت 5 ب 3 روت 5 يروحوا مع مين؟ مع النيجاتيف 3 روت 5 يبقى معايا 2 روت 2 ونيجاتيف روت 2 اللي هي روت مين؟ روت 2. طب ده مين الكلام ده؟ ده الكلام ده من غير سكويرنج يبقى زين الاكس ماينس واي بلس الزد سكويرد ايكوال روت 2 سكويرد ويتش از ايه؟ 2. اللي بعد كده بروبلم 16 مديني الـ a باور x equal 6 والـ a باور minus y equal root 3 find the value of a باور x plus y. أنا عشان الـ a يبقى باور x plus y يبقى لازم الـ two quantities دول يا إما حصل لهم multiplication يا إما division عشان الـ powers دي يحصل لها adding أو subtracting. لو أنا قلت a باور x times a باور negative y ده هيديني a باور x ماينس الواي وبالتالي دي مش الاوبريشن بتاعتي. يبقى ال a باور x بلس y دي عباره عن ايه؟ دي اكيد a باور x ديفايدد a باور نيجاتيف y يبقى دي هيكوال a باور x ماينس ماينس y اللي هي ال a باور x بلس الواي. يبقى عندي ال a باور x بلس الواي دي هتيكوال a باور x ديفايدد a باور نيجاتيف y which is ال a باور x equal 6 ال a باور نيجاتيف y يبقى روت 3 ودي عندي 3 تايمز 2 يبقى ده يديني 1 ده يديني روت 3 which is 2 روت 3. بروبلم 17 سمبليفاي مدينا هنا عندي روت 5 وروت 5 يبقى من حقي اضمهم مع بعض يبقى هنا روت 5 باور كام؟ باور 8. طيب انا عندي 10 روت 10 عباره عن ايه؟ روت 10 عباره عن روت ال 5 تايمز روت ال 2 يبقى من حقي ادستريبيوت ده على هنا وهنا يبقى انا اكنها هيديني روت ال 5 باور 6 تايمز روت ال 2 باور كام؟ باور 6. طيب روت 5 باور 6 يروح مع ده يديني هنا فوق 2 يبقى هتيكوال معايا روت ال 5 باور 2 ديفايدد روت ال 2 باور كام؟ باور 6. روت 5 باور 2 اللي هي 5 وروت 2 باور 6 اللي هي 2 تايمز 2 تايمز 2 اللي هي 5 اوفر كام؟ اوفر ال 8. اللي بعديها هنا ده ممكن اعمل له ديفيجن باي ده على طول لان ده كده هما الاثنين ذا سيم باور. طالما ذا سيم باور اتعامل مع بيز على طول يبقى ده يديني 1 ده يديني روت 2 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3 يبقى هتيكوال معايا 2 روت 2 هنا دي باور 1 يبقى 1 ماينس 3 يبقى هتيكوال معايا 2 روت 2 باور نيجاتيف 2 اللي هي هتيكوال معايا 2 ديفايدد روت 2 باور 2 which is 2 اوفر 2 which is ال 1. وبكده يبقى احنا خلصنا اكسرسايز 6. المسائل دي مهمه جدا لازم تحل بايدك وما تحاولش تستعمل الكالكليتر لان الدرس ده اصلا معمول عشان تمشي بالسيكونس ده وزاويه الكالكليتر. لو استعملت الكالكليتر في الدرس ده يبقى الدرس ده اصبح ملوش اي معنى خالص ومش هتستفاد منه حاجه. المسائل تحاول تحلها بايدك وتتابع مع الايه؟ مع الحل بتاعي وبالتوفيق ان شاء الله.